كروا على ولا أكثر إذا هان تيم با خيارتها ولا لا رح يداي ومركز أي برامج كان يفاقد هذا وركا قضى بضى وركا ناكم أغلى دونتان وحاكم إذا قلبيت كالسيتي تقال لا أدعو عوصة يا مركز الديب وقبل نوضي إذا مدى عن فرطها يا وير الرغال عليس وآد عوصة كوقال يقوبها الدفاع كجير العيدا كالديان كالصومال إذا يدو الدقال الفرحة لك قبتي والكاسي كالصوريو إذا كسومالي ده عيال صادقين خب آدوا على صوي كقب صدر إذا كعفرتها هي جديد دجال عيال صدوا كلا تم حبس آد أترى بدلنا وعفرتوا عيال ده هي عن تلقو حيو عالكي عن لوفو إذا وانا عفرتوا بين القدر وين كجيزتي ريجي لما أنا كحيستي ومركز سومالي ده قعدت وضع قريب إذا كدجال كسومالي ده وهكذا سوين وقلت مشلين يا عفرتوا قح وين وسوا وجهي من ترجع يتوبيا أو سوين هو بكو قايم ليا إذا كعفرت كسر فرمه دجال كا أيضا يحارض وعي مريسا بركملة ما أقول كدجال كسومالي ده أي أشرار ووين وغتشر يحارض قلبات كستي أي كسر عليا المجال ده جيجيجا عاصمة الدجال كسومالي ده أيضا جيجيجا أي سو جارين مدح دي السرة الدقال كوه قامل يعيدن كالدقال كالسومال دا قلبات كالسيتي لوغانا ياري جيجا جي جي. محادة وغيرو كالسعونا يا أديس أبابا وحالات عرص صوودا أيضو ريزي وزارة هدل كيتوبيا دكتور أبي أحمد وسيطو صوشاقي إنما دحويناها الجمهورية دا فدرال كالسوماليا دكتور حسن الشيخ محمود وقرادي إن إثيوبيا وحلوغا رجعنا والله هذا حالة ضبطة محايس بدلوه وقين حسن الشيخ محمود ورشي عشان شرخول كي ووين إلودي جاي إيه دولة تركيا وآي رمود ككتهاي من الطريقة إثيوبيا يا ولس وين وقصة يقول قلا يا جناح سوماليا أيضا إذا ما ده إثيوبيا بدا أي دوام قبصدين حبها سوماليا جارهان حيرضا لو يقانو سيلا عيالو حي ديغانا عن سيدا وغفغين اي عيدا مدس ملتريا إثيوبيا ايطان كبادها اي جان ايضا مقالة هالكاس اللقو باي عمور باينت إثيوبيا اي باهيسي لاشاقين عيدا ما إثيوبيا انا اي هالكاسي اي فريسيما ووين كاسم إسرائيل مامول كاسومالنا اي اولي كهاندن عيدا مدى إثيوبيا بادا اي ايضا نشيس كلاس عيحن قدها صوغري اما بادا صوغري هذا وغين وهالكاسي كسون برامجك وحي قرأت قيب قرأي لبضهم حرر وسياسيين تبقى وين كورنيل فروغوت يبقوني وحا كورنيا كورنيل فروغوت ودقالك وقد بني قلبات كالسدي يهوك عرس اللقاء مغلايو فرماها هوريت دقالك يبقوراها عيدا مدى سومالد وقارين يشعب كالقلبات كالسدي ودبال دقيب وين دقية ما دام عيدا مدى سومالد اي فرمي دفاعي وقد بني اي جميعين ملتيرجينا وحريص كورو راي عبسين وين نايسو وجل فرقهم حاولوا بيجلبات كسيتي. شو الوضع يا بدو هاي؟ سبحان بدي ساكة هراء. سيد هذا بع ود ورد ومر والباب وحكي ما نيار. دنكا دنا كردا يكي ما نيار. أما عفرت أقول بقف بسوي يا كانو. مركا سنة الصبح هي يصورن إلا لبا جوبات بيصورن. لبا دا جوبات يصورن. هوب كعروس يبيت كفضوط يعيدا أدو فربضن بيصورن. إذا ما تدولو ديغان كالصومالي دا يولي بادادك شعبك يكون لغان قبل كالسيتنا حكتو ويها يونو بريهان درا كردو وحاويهان فريه باق كالوبايا وادات شبايها دي وادات شبايا وحاويه سردونهان ايو واردونهان بوالولا سعوديين اي دقال سوقا ديين سوتو دا لسو آساي دقال كرام حسو بقاري حيلي يدي دهردي مباحاتا كسو دوالي مركي لجبيي مقرنا يساي فرحات كودي وقدم بينا لعارسة دي sida hadda wararku noo sheegayaa dhowr iyo labaatan maxabiis gacanta lagu dhigay ciidan aad u farabadan oo maxaan ku dhahay inta u dhaxaysa 16dana waa kaga dhinteen oo 100 ku dhuba meesha kaga dhimatay dinaakirada qoryo aad u farabadan oo dhashiikaha iyo qoran kale silsilada laba ay barjuuxa Soomaalidu u yaqaanan aad u tirbadan gacanta lagaga dhigay adigu qaniima aad u farabadan waxa kale oo ayadana gacanta lagu dhigay timir aad u farabadan oo nimanku xambaarsanaayeen waa ayadana dab timir bay ku soo hawlgalaan bogtay marka timirtu dab uma baahno dusha ma iska saari waa iska mar caadi yaad ku ridanaysaa marka kartoma tirma timir aanad nimanka waa laga furto saligeedan hadda ma garanaysaa ay waa laga furto weerarka xilliga ay soo ahaayeen meela ugu muhiimsan eelka riiga aha oo in dhawaalba ay ku tamashaleenayeen oo baabuur farabadan ay isugu geeyeen oo qalabkii qaar kala baxeen
oo ma garanaysaa aan ay shaqo ahaan ba fariisiyeena gacanta lagu dhigay waxyaabaha guusha weyn ee maanta Soomaalidu ay ka gaareen way ee marka guushan kulli waa guul si socod doonta laakiin dibka jira waxa weyn hadda ka horawaan sheegney saddexdan magaalada Candhuufi Cadeeyti iyo Garba Ciise Mooyaan intii kala gacanta laga gadeey wax u haray sideedaba intii ugu yareed ee qabaleeyada hadda ugu dambeeyay ee waa ceelka Riga kamid ahaa gacanta laga gadeey ee ceelkan wuxuu kamid ahaa ceelasha muhiimka ee dadka deegaanka ay ka cabaayeen ama garaysay dib loo qodahay ee magalada dayactirku lagu soo waxa la leeyahay farqado ceelkan horay markii maalinkii qabsanayeen Candhuufo ama ceelkan ay qabsadeen saddex riig oo deegaanka Soomaalidu oo dawladda deegaanka Soomaalida ay halkaan geysay ceelkan qoday ee hore ku xisay oo bilalqada ay afarta weli gacanta ku jiray mid kamid ah saaka la soo xiyay la leeyahay meesha lagu tagay ha ma yeey way ka xisteen oo waxa weeye dadnimanku wax qoyan iyo wax qalal midna dhaafi ma hayaan mid labaad Soomaalidu ma taqaanaan u maleeynaa horta canfartu dhulka ay degan yihiin waa dhul aad u kulul way waa dhul aad u kulul wa cimila ahaan waa dhul bay waxa ka fakada waxa la yiraahdo burkiinada ama waxa yaale magarnaysaa dhulka ka soo baxa holaa ama shilma waxaas ayaa deegaanadooda ayaa qolba ka qarxa marka waxa weeyaan waa dhulka geeska Afrika marka juquraafi ahaan la qaadanayo goobaha foolkaanada qarxa dhulalku ugu kulul bay ku jirtaa dhul xoolo ku dhaqmi kara ma aha dhul beer ay ka soo bixi ma aha dhul xoolo ku dhaqmi kara ma aha marka dadku waa arteenba war dhafar buu ku yaalaa bay Soomaalidu dhahaan marka dad qalafsan oo nolosha ku adag tahay oo jabay oo xoolo iyo xulquun toonahayn inay wad garanaysaa marka waxyaabaha Itoobiyaanka ay u sheegayaan waxaa ka mid ah dhulka beeralayda ee gobolka City oo dhul aad magarnaysaa beeraha ugu wanaagsan oo xataa Imaaraadku waa tan hadda kor ka sheegnay ay ugu laftigooda ay leeyihiin waa maal gashanayna dhulka weeye dhulka horta ay cafartu u socoto ee muhiimaddu haddii dib ugu soo dhaadhacno nimanka waa loogu in laga tabaaro badan yahay laakiin Soomaalida waa loo afdhabahaya waahe oo mar alaal markii dagaalka soo galaan laga taag roonaadaba waxa weeyaan nimankii military ahaa soo galaaya military ki sargaalka ugu sareeyay bariga Hareerka waxay dhahaan baa yimid Soomaalidu uu la kulmay saraakiil Soomaali oo meesha ku sugan buu la kulmay shir weyn oo ka furmi doona magaalada Dirdhaban oo ay jiraan oo ay leeyihiin waxa ku wada hadalsiinayna cafarta iyo Soomaalida ku wada hadalsiinayna ay leeyihiin Itoobiya kun waa ijraan marka waxa meesha ka socda jugjug meesha aad joog weey Itoobiyaanku waxay rabaan in xoog iyo xeelad kolba kay doonaan baa noqotee in ay cafartu dhul heshay rabtaa cafartu inay walaal dhul hesheerta in gobolka City oo looga guuray rabaan Soomaalidu way ku faansayeen Soomaalidana tabar ahaan iskana celin karaan marka waxa weeyaan kolba khayaama meesha loo ko ciidama la keenay baa la dhigi mar waxa la dhigi meel dadka ka caagan baa laga dhigi ma wax noocaas oo kale Soomaalidu way faansan tahay marka khayr Allah ka dhigo Soomaalida iyo dadka ciidamada meesha ku sugan guul weyn baan u rajaynaynaa hore u socdaan leenahay dadka deegaanka hoos abaabulayna waxa weeyaan dhulkan dhul lama helo dhul lama helo sidee hadii meesha laga barakaciyo waa si kugu dhamaatay weeyo waxa hadda Itoobiyaanku ay ku doonayaan ummadii Soomaaliye inay ku barakaciyaan gabi ahaan badalkii Soomaaliye inay ku barakaciyaan ku doonayaan weeyo ee badahood iyo meel walba ay qabsadaan marka khayr badan ma rajaynayna ee farqada ee wasaaradda gaashaandiga ee dalka Itoobiya ee taliska bariga Hareerka waxay ku amartay baa la yiri in ay xal waara ka keenaan oo shirkan dir dhaba ee taliska loo diray furmaha hore ee dagaalka militariga Itoobiya la sheegay afar guuto inay gobolkaasi ay galeen ay welina ay dhaxlo weerayaan gobolkaasi inkastoo weli la soo sheegin inay dagaalka qayb ka yihiin xabad ay rideen dan waxaa la afar guuto ciidan lahaa ayaa gobolka City gashay ayagoo halkaasi roondooyin iyo wadooyinka ay xidheen hub coosna way wataan wali waxaa la leeyahay xataa ciidanka Soomaaliya ay kasoo soko mareen oo ciidanka Soomaaliya waxay ku jiraan baa la leeyahay anta canfarta iyo dhulka ay hadda iyo qayb ka mid ah military Itoobiya canfarta dhulka ay joogeen Candhuufi magaalooyinka iyo inta dhulkii ay ciidanka Soomaalidu ay ka ruqaansadeen iyo sabagii waaweyn ka samaysteen baa la leeyahay ma laga yaabo ciidanka military Itoobiya inay dabarjabin wadaan horta dabarjabintu hadda ka horra way galeen sidoo kalena maxaan ku dhahay hubay siiyaan nimanka danaakirada laakiin hadda arrinta ugu muhiimsan waxa weeye Soomaalidu markay dagaalka galaan inay khalkhal galiyaan oo hub culus ay wataan baa jira ay ma garanaysay hadiiba la kaciyoon danaakirada ilaa waa la kicin oo laga taagroon yahay inay dhabarka kaga garacaan bay rabaan horta hubka culus oo Soomaalidu halka ay ku jabaan talabaad waxay kaloo sameeyaan hadii meel goob ay ku habsadaan oo xilliyada weliba habeenkii ah haddii goob ku habsadaan nimanka la yiraahdo danaakiradu waxa isku dayay waxa la habeeyay inay soo duqeyaan inay soo duq ama ay soo raacaan hubka culus ay ku soo duqeyaan Soomaalida aad isugu dayaan marka mar walbaba nimanka militariga Itoobiya Soomaalidu waa cadawey Soomaalidu waa cadaw Soomaalidu baa Itoobiya laga siiyay Itoobiya meel walba uu joogaba
أما تكره هذا أما أرب أف جذور هذا أما حبش هذا وحوي ومد الصومال عدو بيجيه بده وين الصومالي هذا ليه بده بانك قاعدنا هنا وسبل لا تأكل صومال يمد الدور دجاج الصومد بيجيه الصومالي الصومالي شردان بين حسيرة الصومال معوسلي مش مش الوقت هو عدو النجي حلا الله يساس يسكو جوابيان يسكو له الورد تاع مركب وحويان الصومالي ده بدوغل أما قبيل وسيدا أما وحكروا أركه وحويان عدو جذور ما كسوية قنا وما سنتهاي بورحار وسوماليلان وقوب حيبات عينك يتوب يبطا عيادين بانيني معلمة شلين حقوك سونا يا عيدة مدى سميين نقضين وينك سوين والله حقت اللي هلا هايو هالكاسي وحات تغي سراكيل كوة بدا يقوة كلاوة استراتيجية قابك يتوب يحود دون يسو استراتيجية بماشا تغي كل سوماليلان قاد كبدها للسعودي إذا ما دي مركا أي صوت وبرت ذلك فرانسيسكو ودموه دي وتعال رجينا يا معلمها سفود نقصها هينا ماشى كيران مركا وحويان الصومالي دجلة سنجبا وحويان جبيد وترني وحكم ده كل جبي قاعد مريس ما هي لكن وتشدد وحكم ده الصومالي ورب وحاس دجلة بقول سنة بقولار سنة كدي بدوجان دون تاب مركا وحويان قرض هذا الصومالي اللي نقص عبطهم هيو أيجا أمبك أيجا أمبك عاي أيّه أمّ بمجرّس هذا يدلك كوب اللعب إثيوبيا ما بيقانم هذا يدلك كوب اللعب مدى لبعض مدى حنارك هي أبوانه هو هاي السوق وحيوري ورمكي بعشا أين الدقيين يسي وكوي من جليه السي أرتو إثيوبيا كوي من جليه السي أرتو من جليه ما ينسيننا أو إحنا من جليه أيلي من جليه ما سيس أيلي مشرتي أرتو كل الصومالي بكون سوق حين إثيوبيا كو أي جوميستان وانجرت كل الصومالي وإثيوبيا أي حيوك هاي سطو أيه كل سوق حلو. مدة اللي بعد مدة كل أبوان كيس صومالي دقيني وذا فلين وحتكون قرن يساع وقلبك يقلوب تيمال والبابا لقى قال وحتكون قرن يساع. مال زين أبو حلول وسطير دولد الصومالي كعاون جرتي. نحريس عنك الصومالي إيجليس ما تجرني دولد إثيوبيا حيل قاعد ترتبي يقبر برنا يمف. وانجرت. مركا مركي أيليهين دولد إثيوبيا نعاوسة حبش تعيلهم بقولنا الصومالي لأن لقوم نوريه. وحاولي الصومالي لأن تعيلي هو حيني ما هيني. شبهتها أسنى ما يكوك عسنة كعانك الصومالية أم بيهربت إنا تكوك عدو كعانك الصومالية ومدى الصومالية اللي بربوري وين بربوريسي واحد تعايله الصومالي لان يقاره وقبته يتوبيانكو ممتشل توتي اللي ما بيجيرن بقى ما بيجيرن بقى دولود الصومالية كوك عسنة أم بيكو بربورينا يين ما نقرت دولود الصومالي أم بيكو بربورينا وين كو بربورينا مال زرواك كوه هي أنا كتعايل إيطوبيا أنا ما تعايل ما هينة وحد كبر برونس دولة إيطوبيا كبر برونس ما بدك كوه هيوي وانجز مركا أردت ولا لو أساس قرطن كوه هي ما قلي نسيسي يكنا نسيان خيالي وعاد الكشرة المها لو عايو كسرنا على الدور أبوان مركا أم حارض أم دلنا أم كفصلنا نقول كلا جبر كعيو هذا جو عاي أكيد أنت مراكبت المحل اللي هي شيسكي ونقول أخن جلنا ولنا سومالي إيطوبيا بلنسين سومالي لأن موسم ونقول قلنا في كدوين أي إذا ما درينا إن أهم يبعد السو إنه ما إسلاميسي ولا ما ذكره لو ورقيه ولا ما ذكره ماشة هذا هو لو ورقيه إثيوبيان كو واحد لقوم على فور بوينت فاف يجا وح كسميدي ما مرقوا بلا جدار يجا السميدي سومالي لأن تصدم كسرة وجود بيجيبه وحسو سعرها سراكيل وموسك ومسبح وكم ذي هاي إثيوبيان كلاش قيسته مستقبل كدمنا كبيري محن كل هاي إثيوبيا كبيري لاش قيسنا يين لكن أنا وح كلها أمضى السومالي هل إيقاف مركهار إثيوبيان هو يتجي ميلاها محن كلها بض السومالية ده كل السومالية ده أيوة الشجعنا يا هذا ليه هو تجينا ويتجي دونا لكن أبو شانت هي جوينين شانت هنا بكرد عدون تو وين أشبه دونا إثيوبيان يقول لكن مركهار ويتجي دونا حمان تودي يقول كودي يروح هذا ولا أرك دونا وكأمضى السومالي ده وسرع دونا قول يجوا بنمنا ولا قال دونا أيوة ما حصلت هاي فرق لو حصل وين يا صاحبتي جوني oo wax ka weydiin doona dagaalka culus oo gudaha Soomaaliya ee ka soconaya iyo dawladda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay kaga jawaabtay waraaqda ay dhawaan ay soo saartay ee dawladda Ethiopia ee xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu shaaciyay ama bejka ra'iisul wasaaraha ee gooryo ee Soomaaliya hadda inta ciidamada Ethiopia ay maalmahan bilaabeen raaqyada ciidan ee gudaha Soomaaliya ay ku galayaan walaalada gudaha ee beelaha Soomaaliyeed soo koray saaka dagaal culus oo khasaariis aad u badan waran oo culus ee aan lagu talgalay dad rayidaysan maalan la soo isticmaalaya ayaa gobolada dhexda Soomaaliya socday dagaalkaasi ku dhaxayaan
لأن هرتا دجال هذا جوار هذا اللي حكى سعد شدوا إنه وصون النقدين مدفر بدن أيه السعودين إن شاء الله يمانتو حقاد وسعدوا ستة أو ستة دجال يبيلها سعد إلى الكسة دجال كهاد وجو حق إنه حق سعد دجال لقوا مقع ميجاكتا وكتر سن قبل كمدوك مركا دجال كاني إن والله ودي ما نوجود بالسوح يوجستي من الجيران وح كلا ده حق عليه ولا يحد دنك بدلان دنك قل من القصعدة بقى إن دجال كنا وسيح يوجستني وحمل سا إن سند ملتريو جوني إن هلان ساكي أو دجال كوساس وسيوين هذا إلا ما أنت هذا نحتا وسعد دجال كا ومولي من جوكسنين مركا إنه حلوه بحني هادك سومارد إنه ورتو أوت في حيتان دجال هذا كسك صن النقضي متى قال إنه حلله يا هيدور دي توبيا يا جعوين كلها دجال هذا كسعد جوار هذا دحين مرنا إسكود رسا سلوان يعير مروح إسكود رسا إن در يا مريحان مروح إسكود رسا إن ممكن للهلك سي ساعات مركا سنة ملتريو جوكتها يصير يعني ليري يا دجال إسكود دجالان مركا حتى لو كان الأسواق استوى على دول داقسين واي أو مركا قرب مركو دو أيها الأسواق بس لو كان داقس داقسين كأو حولها يكل جوران ومركا سعيدها والنقد أنتن دجان هذا كله هسا يا مركا أنت بدن دواتو يكل على إنه واحد الأسواق دجال إنه حد وحلي ودول داقسنا لكن أمد سمع لقولي جوز دجال جرت لك دجال صار أسوان النقد قولي لا ما أركن لكن دجال وحلي دجال مخسر بدين دجال دول قولي لا ما وضع استم على يوم بلي ها دجال هكذا أردت أن تكتشف ما له هكذا كده iyo si marka u fiirisid in maamulada galmudug ee Puntland ayaa u maleysanay qayb ka yihiin dagaalkan sababtoo ah xal rabay in qorqor kala hada dagaal wuxuu joojiyay beelaha mariixan ee u dhaxay dir in isbuucan gudiisa ay ku guuleysteen inuu nabad kala dhaxgigo oo hadana 70 qof ay ku dhimato dagaalkaasi dagaal aad u qarar ah haddana waxa dareemaysaa in dagaalkii mid la mid ah oo hadana socdo hubka noocyada kala duwan la isticmaalay marka labada maamul ayaa loo baahan yahay inay soo kala dhaxgalaan waa dhanka Puntland iyo dhanka galmudug mar walba inay kala xakameeyaan dadkan is dagaalayo oo markaasi hadii galmudug dhaxday ay tahayna galmudug laga rabaa hadii galmudug iyo dhanka ay kala socdaan Puntland hadda labadan qabiil oo is dagaalaysa labada nooc kala socdaan waxa la rabaa markii in la beelahaas la heshiisiyo dagaalkan waa dagaal in badan markaas soo noqday waa waxyaabo soo celcelin in la yaa in markaas laga daba galay loo baahiyay marka waxa dhilaa maamulka galmudug iyo Puntland is xil qaamaano hadh galaano qaab beelad in la isku dagaalo dadka Soomaalimaanta dhigooda la daadiyo ayadoo dhibaatooyinka lagu jiro abaaraha lagu jiro dhaqaale la'aanta lagu jiro iyo xaaladu meesha ay maraysa aad dareemi kartid Itoobiya duulaan soo ah oo badii iyo dhulka Soomaali u socoto aan umad Soomaalidu xal raa aqligeeda inuu shaqeeyo qabiil intaas oo sano 33 sano la isku dilay waxna tajo laga gaar ma laha marka waxaan dhilaa umadaas dhigooda hal qaboojiyo hana lagu joojiyo dagaaladan socdo aan waxna tajo wax horumar laga gaar doon ma jiro dhulkan Soomaalidu wuu xari doona laakiin cadawga banaanka iska celinay inta aan gudeen is dagaalayn saamisanaane ee gooni uu dhawaaqay ka soo yeelay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu kaga hadlay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya galan koodi January iyo heshiiska hadda loo madalan yahay asiga Soomaali ay galayaan maxaa farqa u dhexeeya dadku si kala duwan uga jawaab celiyeen aan horta Soomaali waxay u ordeyso iyo waxa ay Soomaaliland u ordeysa laba kala aan Soomaaliland waxay u ordeysa in aqoonsi la siiyo badna ay bixisayda aan sababta ugu soo noqonayso Abiy Ahmed ugu dabordeysna waa arintaas marka aqoonsi aan ku siiyo aqoonsi waan ku siiyaa badaad isii horta wax shaqeeyo ma aqoonsi Itoobiya gacanta kuma hayso Soomaaliya gacantadu aqoonsiga Soomaaliya shoo gacantadu ku jiraa marka hada tirad maanta amxaar ay dhaamaad gaheysta la qaaday waa arkayne in garow iyo Muqdisho amxaarka ay dhaama maqlay ay ku heesay waliba abaankii too hadlo leeyahay waa sax anaga amxaarada ana sameeyay amxaarada noo dhaanto yiri dadka koonfurta Soomaaliya degan ee dilay ah oo na dilay oo na dhibaatay oo dibka noo geystay amxaarada noo dhaamo yiri marka dadkii halkaas waxaan walaas dad Soomaaliyeed in la kala dhaxgalay oo la kala xuquuqubay waxyaabo badan laga dhaadhiciyay marka waxa dhilay horta in Musabiixi maamulkiisa waxay u socdaan inay bad wareejiyaan aqoonsan helaan xasiiqnu wuxuu u socdaa in Itoobiya badda ka badbaadiyo labada marka barnaamij laba dhinac kala socoto waa waxa marka dawladda Soomaaliya uu wardeysaa oo hadda wafdigan gaaray meesha leeyahay Turkiga oo wada hadalka la gali doona dawladda Itoobiya waxay ka wada hadlayaan sida Itoobiya ay kaga tanaasul leh dhulka Soomaaliyeed iyo badaha Soomaaliya gardarada ku raadinayso hadii wax doonaysa in si sharci u soo marto aan hadii waxba doonayn ee markaas dagaal u dhici doono oo dagaal isaga hor imaan doono marka meesha waxa ka dareemi kartaa in qof Soomaali carra ah daarad oo xalid walaal ka soo bursanay Soomaali kala bursaleys hadda in badan iyo murunkeed wax keenay waa qof Soomaali lagu soo maray asagii ayaa markaas adiga ku dhibaateenay wuxuu noo maleeyay inuu asagii adiga kaliya ku dhibaateenay asagii xataa nafsiisa iyo qoyskiisa familkiisa oo dhibaateenaya marka aanu xadila Musabiixi uu qaldan yahay ha ka digtoonaada dhibkaasi hadii Itoobiya badaha Soomaali ku soo gardarootana de Soomaalidana u taala looma kala hari doono in seel cil ku hayay wixii ka dhici doono waa la yaabi doona ilaa ay hadda dhibaatada gudaha dalka Itoobiya lagu hayo oo dadka shacabka dowlad deegaanka Soomaali argixiso lagu tilmaamayo oo maalin walba waxa way canfar iyo balaay lagu soo gaaminayo madaficil la siinayo ayaa dhibaato aanu uma Soomaali ku qaba oo habeen maalin aan ka arsanay ciilkaas la jooglaanay haddii nagu soo dara markii Itoobiya gudaha soo socotana waa dhibaato kale marka umada Soomaalida hamidoobaan
هل مليون عسكر على تبرك بغلالكم على تبرك را حسن ماشى كمان موقته إن أبو حدا اللي حيوقف أنا حسن كسر بحي وحدا الأوكلية يتوب ما تعود وحيقول هذا إذا ما أنتي فسحه أبدا يبرد بس كبر عليها أيضا اللي هذين وحبت كل ذي أنا حبت كسر عين هذا وحبت هذي وصديارنا يعني إن أوجين سواء اللي أنتي ماشى كسر من أمنها ولا أنا يسنا أبى قص عبرت ما يزه حسن سيد وحوله بدبلك رواس البلطاتك فهسي حسن بطبو بدبلنا يا باتي حسن توب يقل واحد مو فانتو أنا حسن الشكل يورت مسؤولي دم صارنا هذا جهاد لا يحتى مسؤولي دوك صارن تاعي مرة هدي بطلة بدبلنا الشعب يدولد ويسارن تاعي هذا تك دولد جان كده قالوا ماي لا ده قالوا ماي عفرتها شعب كي أهوب خاطي هذا قالوا ماي وحقوت سنة سائل قديد ده وده شقينش لكن أنا دارنا مدحيني وحمد بدبلنا مدحينا صومالي وحوي تركسهم ما هو بعيد ما لو توبرة أو حريه لو حريه إلا دور تونكون هذا حريه كحريسان وعيدم الله توبريه أو هيجن أو عيدم دولة الصومالية وحق له جوست إن سرد ملتري أو هو كل الدول مقالم مقصود دولة كل وقت جابي أو مركزي ديار سدان أو تلقى لنا هذه توبي صغر دراتينا كده قالوا من وحق له جر إن عيدم كله ملتري توبر وجر أو هذا دور تونكون قاري ملتري توبريه سو مركا دولة دال وين ودا لكن شعب يدك نعستها وقربها كقال لا يا موجي دولة دال وين ودا يعني وحنا لو بعيا مر هدي عرفت قديت أي معدو إن دتك صوبل صوت تاجراني لما بان حسن مر علو جوجاي حسن وحوم هاي وحبكم ترسى عليك النفط كذا مسؤول كذا كذا سجل مذحينا لكن سير تصبح كذا يدعم برا صحافت صحافت هذا هذا صحافت النفط كذا مسؤول إذا كسران إن دول دم تاجرتو يتو بلا سكعي أنا أتكست أضلك دفاع عيسن وحنا ماشوا بصوت فريسنا بحبا إن أنا أضلك دفاع يتو بيسود دول تك أنا وحوش شغله وربعين ساعة يتو بي ولا مرة يتو بي كذي دفتر دفاع عن نفسك أنا يوتيوب يا مان سوقشين قرشها زي كل أول غضي تكسو من وين سو بلن دولة سو بلن وحلا كرتهم دولة واحدين وحفاه من كور هذا عدك الدولة إذن أقول رقاقض أو عدم سو بلن إذن أقول رقاقض أو شعب سو بلن إذن أقول رقاقض أو دولة يوتيوب إذن إذنين ولا ذا يوتيوب وفي عنتها ولا ذا محل أبي أحمد ورجع كل كيسو وقف صنايع ولا ذا محل هذا سو مالي ويكبر برتاي دو دتك سو مالي الشعب كان يجيب نسا دولة نمط سو مالي أنا تاجرته وأدوي نسا وعدك نفسك هذا قديد هذا موجس الجرم أنا أبي أحمد جرب مصر يعني إنه مصر ولا عيد تزبدون لكن ما كان لنا هاي أبي أحمد وحبوا وين دتك سو حرب أنا وحرمنا كانوا إنه دتك أنا وحرمنا دتك ساعات هاي غرسنا أنا وحرمنا إن دتك كان أبي أحمد وينه وحينه كسر وضدي وحبوا فعلا وحينه مدرس المدينة وحينه خرس صعدنا وحينه دتك الصومالية حرمنا قربا أيام حرمنا أبي أحمد جارا ودتك سو حرم مصر وين هي أنا نكاد دلال كود أنا كي كلا وانا ود حسن دلال كمار إنه أبي أحمد وحقوق الدنيا شعب كيسة تاجرسون بقول لا تنكم مليون ما تاجرسون يتوب يتقال لك صعدة ما يتقال لك صعدة بابي حماس بابي أرمو تقال كل جرا لكن وانا توب حنيزة فول ده تقال لنا كيسة شو كيسة أتكيسن لا ما شعب واحد كود تاجر إنه ليه ما دور ربع ده صحافة ده يتوب يا شعب كيسور جدال أبي وركان كله لنا لكن ربع ما تقرو تا وكيسور جهيو بط بانكينا يعني لا يرحل دمر بقى هذا ماشي عن كارلا كما هل سيد حسن الشيخ محمود الصان إيو أنت أكون مشغول لك يتوب يكون مشغول أكو راي حد إنك أصدت كيس قديد سويس وطن ضد ك معارض ك أو قبيلات ك معارض ك مركز لجربه وحال روا إن ضد ك إن جوده جوج أم صومالي أم صحافة إيه حسن الشيخ أنت تسمي حسن الشيخ أنت هلي حسن الشيخ ده الكوبر بري أنت كديلك وحنا كنا أكون مشغول دول نمر صومالي عيد مظل لسان وحد هذا إن يتوب يواسكد عنا أنا جا مرك أنت عن هذا ما أنا ما مدى حسن حسن جاكر جدا حتى قبصتنا كمان لقاعد دونته ودنيس وماليات باجرة تصل اسكنه جعل باجرة لكن حسن مرنا ما دام هرمون ذي تلك اللود داري إن أنا أرجع أسوق كنا واقعية وعيدا كهلا قرتو ما أنت إنت هسألك نجيس بالجوده بره إنت قبصته بره هو بقول لك تفكر أرد سار أرد عيدا أنا قال هذه شخصيات بقولي قال هذا تلك إني هو بلو بسوق كذا الخبي أديك سومالي مجوك يتوبي ميزانية السياسة مو بحس إلا كيكون بحسان هذا الصومالي مو جوكت واحد كجرا رسم مو موجود مقطع قف كمرك الصومالي جوجو أو واحد عارف لكن ور أوقف شيء غير إياه ور هذا سكاب أبرت هالشيء جن وحال رواد دورد نمد الصومالي لنا استاد يتوبي أنا كهرتك سيل علوك هاي أنا نقول متجوجنا إن وحنكو تاجرنا قلب جن ينيدن مورال كنا عط كنا كو تاجرنا حسن شيء غير دورد نمد تاجرنا أبو ماسين يا جوري تابضي على دخول واد ما هتسنتي برامج كسي شير كرايا مير فوق نجارسيا إنت برامج كان برامج لما يدا كل مدونه سيدا ينا بتقولين